بعد مرور 100 يوم من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ الإعلام الغربي بوجه عام والإعلام البريطاني على وجه التحديد في الاعتراف بالهزيمة الأوكرانية، وأن ما جرى كان خطة إعلامية وصحفية لمساعدة أوكرانيا. ما هي الأكاذيب الصحفية والإعلامية بخصوص الحرب الأوكرانية؟ ولماذا يعترف الغرب اليوم بانتصار بوتين في الحرب الاقتصادية قبل العسكرية؟ هل انتصرت روسيا فعلا في حرب 100 يوم؟ والسؤال الأهم، ماذا بعد 100 يوم الأولى في عمر هذه الحرب؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. ما أن نشرت الصحف الأمريكية والبريطانية أن روسيا تسيطر على 20% من مساحة أوكرانيا حتى تفجر شلال من التعليقات على صفحات تلك الصحف، شلال كتبه أبناء تلك الشعوب يتهم تلك الصحف بالكذب والتضليل، وأن كتابتهم طيلة الأشهر الثلاثة السابقة بأن روسيا مهزومة وبوتين مريض ويعاقب جنرالاته وعزل وزير دفاعه كلها أكاذيب، وأن ما يسمى بقيم الصحافة وحريات الإعلام في أمريكا وبريطانيا ما هي إلا حزمة من الأكاذيب والإعلام الموجه. هذه الثورة الشعبية التي قادها القارئ في الغرب ضد الصحافة والإعلام الأمريكي والبريطاني هي السبب في حملة مضادة قامت بها تلك الصحف في محاولة لإدعاء الموضوعية بذكر بعض الانتصارات الروسية، وفي توضيح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعاني من أي أمراض وليس على خلاف مع مستشاريه، كما أن وزير دفاعه مستمر في أداء مهامه منذ اليوم الأول للحرب. مرحلة ترميم شعبية الصحافة والإعلام الغربي وصلت لدرجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك بنفسه في الحملة دي، وخرج بتصريح أن أوكرانيا ليها الحق في التنازل عن 20% من أراضيها الواقعة تحت سيطرة روسيا اليوم. وتم استخدام تصريحه في الحملة التي تحاول تبييض وجه الإعلام والصحافة الأمريكية والبريطانية. المفاجئ أن الجارديان تحديداً تحدثت عن انتصار بوتين في حرب الاقتصاد، وأن العقوبات الغربية على روسيا لا يمكن عنوانتها في التاريخ المعاصر إلا بانقلب السحر على السحر، وأن بوتين كان يعد العدة لاستيعاب تلك العقوبات بشكل مسبق، وأن الغرب هو الذي عاقب نفسه وعاقب العالم بهذه العقوبات. سيناريو لو كتبه الراحل نبيل فاروق مؤلف رجل المستحيل لظننا أنه يبالغ، ولكن الحقيقة بوتين العقلية الاستخباراتية والاقتصادية الجبارة توقع العقوبات الغربية ودرس كيف يحمي بلاده منها وكيف تنقلب على الغرب. أما العامل العسكري وبحسب شهادات الغرب نفسه فإن فكرة اجتياح دولة مثل أوكرانيا في ظرف شهر أو اثنين يعد أمرا مستحيلا، خصوصا مع التسليح الأمريكي والأوروبي. والواقع الميداني اليوم إن بوتين عزل أوكرانيا عن البحر الأسود وبحر آزوف وأصبحت دولة حبيسة وسيطر على الشرق والجنوب الأوكراني بشكل كامل، وعمل وحدة أرضية روسية وطريق بري بين الشرق الأوكراني أو الغرب الروسي وغرب أوكرانيا أو شرق مولدوفيا التي يسيطر عليها بوتين من قبل الحرب. والآن وبعد 100 يوم من بدء هذه الحرب ما هي الخطوات المقبلة؟ كل مدينة تدخلها روسيا اليوم تنصب بها إدارة محلية موالية ليها من سكان تلك المدينة، وفي ماريوبول بدأ بالفعل استئناف التصدير عبر ميناءها الذي يعد أهم ميناء أوكراني وسوفيتي سابق على شواطئ البحر الأسود، وبدأت إجراءات هدم قلعة أزوفستال الشهيرة، وبدأت روسيا في تحويل التعامل في المناطق التي تسيطر عليها بالعملة الروسية الروبل الروسي، وده هيساعد العملة الروسية في مزيد من المكاسب والصعود أمام الدولار، خصوصا أن روسيا سوف تستمر في بيع النفط والغاز والفحم والكهرباء والقمح والذرة بالروبل الروسي للعالم أجمع. أما معركة غرب أوكرانيا فإن روسيا حققت نجاح مدهش لم يكتب في صحف الغرب حتى اليوم، ألا وهو قطع خط الإمداد بين غرب أوكرانيا وبولندا، وذلك فيما يتعلق بوصول ما يسمى بالمتطوعين إلى داخل أوكرانيا
هذا المسمى الذي يعد الاسم الاستخباراتي للفرق الداعمة للفيلق الدولي الأوكراني من المرتزقة أو الإرهابيين، والذي يستوعب عناصر المرتزقة السوريين ومقاتلو الحرب الليبية ومرتزقة داعش في العراق، بالإضافة إلى عناصر التنظيم الدولي للإخوان وحركات النازيين الجدد في عموم أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، والفيلق الأجنبي التابع للجيش الفرنسي، إضافة إلى عشرات العسكريين المتقاعدين من بريطانيا، وعناصر إرهابية من طالبان وأفغانستان وطالبان باكستان. هذا الخط البولندي قطعته روسيا بالكامل، وتم تفكيك استراتيجية حشد منتخب إرهاب العالم ضد روسيا في بولندا. مستقبل الحرب أن المناطق التي سيطرت عليها روسيا سوف تجري فيها استفتاءات شعبية واحدة تلو الأخرى وتنضم إلى روسيا، بل قل تعود إلى روسيا منذ أن انقلبت أوكرانيا وانشقت عن الوطن الروسي الأم عام 91 استغلالاً لمحنة انهيار الاتحاد السوفيتي. هكذا سيطرت روسيا على دونباس وبحر آزوف وكامل الساحل الأوكراني على البحر الأسود، وكانت روسيا قد سيطرت على القرم عام 2014. وبعد ذلك روسيا سوف تعلن بدء المرحلة الثالثة، ألا وهي الزحف إلى كييف. بولندا سوف تتحرك وتحاول ضم بعض الأراضي الأوكرانية، ولكن روسيا تحضر لمفاجأة وتطويق لهذا التدخل البولندي بدعم غربي. أما انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو فهو مجرد حبر على ورق، بعد أن حرك بوتين الورقة التركية داخل حلف الناتو وقام الفيتو التركي بتعليق انضمام الدولتين إلى الناتو. التحليلات بتشير إلى أنه أواخر العام الجاري سوف تعلن روسيا انتهاء الحرب وضم أكثر من 90% من أراضي أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، وسوف تبدأ روسيا في التفرغ لمرحلة الشرق الأقصى أو شرق آسيا بالتحالف مع الصين ضد أمريكا في المحيط الهادي والمحيط الهندي. أما فكرة أن البضائع الروسية سوف تواجه أي مشاكل بسبب العقوبات فهذا أمر مضحك، لأن الصين أكبر مستورد للغاز والنفط في العالم سوف تستورد كافة مستلزماتها من روسيا بما في ذلك الكهرباء والفحم والذرة والقمح والزيت، فكل تلك المنتجات تحتل الصين مراكز متقدمة في استيرادها حول العالم كله. ووقع بوتين عقوداً بهذا المعنى بالفعل مع العاصمة الصينية بكين. إن تلك الحرب أثبتت ما كنا نعرفه من قبل، ولكن كان بحاجة إلى إثبات عملي في قلب أوروبا. إن بوتين لا يهزم أبداً، وأنه سوف ينقل اللعبة قريباً جداً من أوروبا الشرقية إلى شرق آسيا، إلى الحدود الأمريكية الأسيوية في المحيط الهادي. هذه المرة الصين في انتظاره ليتكامل التحالف الروسي الصيني لتبدأ معركة القرن الحقيقية. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.